هي أحلام لأطفال شغفهم مداعبة الكرة لخص كل شيء. لكل واحد منهم ورقة يريد أن يرسم فيها طريقه لبلوغ النجومية. هذا مرض نصفنا. ايش عندك تهنا معهم؟ عندي عمي. عمي وعجبك الحال؟ عجبك الحمد لله. هاي من فوق ريس مليح من الطاليان المروك ليسبان ليتونوا كيما لو عمي فات جا فرانكو فاريز اللي هنا عندنا الدنيا هضر معانا. اني مال مي جوار بو مو وان شاء الله نلقاو بلاصتنا في بيجي على شلال ان شاء الله نولي كيما رونالدو وان شاء الله نهزلهم قاشبه. العينة هنا أطفال اختلفت أعمارهم، التحقوا بأكاديمية مختلفة لكرة القدم تنشط في الجزائر بشعار كلنا فائزون، استثمار يراه القائمون على هذه المدارس أنه وسيلة لتقديم قيمة إضافية للتكوين في الجزائر الذي يعاني اختلالات على مستويات عدة. الجانب تاعنا التحضيري والتكويني اللي يأثر على القيمة هذه هو إبرازهم من ناحية الأخلاقية حاجة الأولى برضو دوني دي كما نقولوا دي ستار كما نقولوا إكزامبلير او ميم طون اون فورماسيون بسيكولوجيك حاب يقول حسن الأخلاق والتربية وأيضا التقنية اللعب اللي تكون على المستوى العالمي. نوفر كل إمكانيات للاعبين اللي ما نلقاوهاش في أندية أخرى من ناحية الأرضية أرضية الملعب من ناحية العتاد من ناحية الطاقم الطبي ولا الطاقم البسيكولوجي ولا الطاقم الرياضي ولا الطاقم الإداري. تمارين مختلفة ونشاطات كثيرة يقوم بها هؤلاء الأطفال في تدريباتهم كلها تحت أنظار تقنيين شباب يعملون على تقديم تكوين وفق قواعد محددة ولهم امتيازات تركتهم يتخلون عن فكرة الإشراف على الأندية المحلية. On a préféré de travailler dans les académies. Pour un, il y a une certaine stabilité, il y a le côté professionnel, l'administration, le côté administratif, ils sont très 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 professionnels. Donc du coup, tu te sens à l'aise, le côté technique. Donc sur le plan pédagogique, le matériel et tout, il y a une certaine stabilité totale. J'ai choisi de travailler avec eux parce que c'est elle qui m'a permis de gagner confiance avec eux. Et il y a une évolution. لأنه كل مرة يجيبونا بار إكزومبل يجيبونا دي فورماتور. هنا يستمد هذا المشروع الرياضي فلسفته من تجارب الكرة الأوروبية أمر دفع بالأولياء لجلب أبنائهم لهذه المدارس. J'ai fait mon choix de cette académie parce que je suis vite chef de bloc et des améliorations bizarres. Côté ponctualité, côté la gérance, côté bizarre, une chose que j'ai été remarqué de eux. Qui trahit sabna une bonne organisation. À l'époque, nous travaillions ici sur place. Ils travaillent et tout. Donc, on a constaté le sérieux. Il y avait beaucoup de sérieux. Il y avait beaucoup d'avantages dom le kharj يشوفوا les compétitions ou يلعبوا les compétitions. هنا بالنسبه لينا si nous avons des meilleurs éléments راهم راكم نقولوا فرشنا له البساط الاحمر vers un futur كما نقولوا glorieux ولي قعدوا لهنا كما نقولوا قاعيتيك ديجا عندهم des attestations des diplômes يسمحوا لهم يكونوا كما نقولوا يكونوا يدرسوا ولا يدخلوا دون دي فورماسيون كومبليمونتير بوغ ان افونير تانك ميور. مدارس كرة القدم في الجزائر تجربة تستحق التشجيع كيف لا وهو استثمار في المواهب الساحرة المستديرة وفقا لمعايير محترفة الهدف منها تكوين جيل سيكون مستقبلا خزانا الأندية الجزائرية ولم لا المنتخب الوطني.